صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وأنت مسجى على فراش المنية، صلى الله عليك وأنت مسموم يغشى عليك وتفيق، صلى الله عليك وأنت تدير بعينك إلى أهل بيتك مودعا، صلى الله عليك وأنت تنادي الله الله في بضعتي، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين، أصبنا بك يا حبيب قلوبنا. الإمام يقول بات آل محمد ليلتها 28 فهي أطول ليلة في حياتهم، حزنا على نبيهم المفقود محمد بن عبد الله. أصبنا بك يا حبيب قلوبنا حيث انقطع عنا الواح، فإنا لله وإنا إليه راجعون، أومثل حيدر وهو ليث خادر. اليوم بتبتدي المصائب عليه وعلى رأس الزهرة، مو ها؟ اليوم رايح تبتدي ها، دكدك القوم مسجدك، غصبوا فاطمة. أومثل حيدر وهو ليث خادر، يلج العدو عليه وسط الغاب، علموا بأفعى بأسه مرصودة بوصية نفذت وسبق كتابي، فتواثبوا بغيا عليه واحدقوا في داري بالنار والأحطاب. من ذاكر بنت النبي وقد رأى حرق المحل عزيمة الأصحاب، عذرني يا صاحب الزمان حاضر ويانا نعزيه اليوم في جدة، قاعد ويانا من ماتم إلى ماتم ينادي واجب يسامحوني المؤمنين. ماذا جرى يا شيخ على فاطمة؟ قال لم يمهلوها أن تلوث خمارا، لم يمهلوها أن تلوث خمارها، لكنها لابت قرآن بابي تشكو إلي شجونا، وأمض شكو المر للأحباب. اشتبوث نشاء زهراء قالت أبا يا أبا قرطاي قد نثروا، ضلعاي قد كسروهما وشقوا بعد ذاك كتابي، واحنت عليهم
الحسن والدمع هما. حمك الله يا ملا عطية حاضر وياهم يشوف يشوف الزهرة شلون احنت على رسول الله واحنت عليهم. الحسن والدمع هما اتنادي يا ابويا طاد عزت زلزل وما بعدك علينا تدور الفرصة لنذا اسمع شي يحكي النبي وياها. اويل يا ويل بس ما سمح ظل يجر ون خفية. الله عوينك يا بتون على الرزية. انا وصيت يا زهرة ولا تفيد الوصية منزوم بين الباب والحايط الطيحي. وإماما رام صيبتها هذه يسوون فيها كذا يا رسول الله. يا فاطمة أزيد بعد تشوفين أكثر من هذا شنو ما أشوف. قال أنا وصيت حيدر لا يسل سيف ولا يثور ولازم تشوفين البطل مأسور. اسمعني وانت تلحقيني بعجل والظل وعلى مالي يا محمد لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك ميت وإنهم ميتون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. في الواقع ذكرى رحيل نبينا صلى الله عليه وآله رافقتها أحداث متعددة ولا يمكن أن نتصور اليوم الذي رحل فيه رسول الله، فكان من أعظم الأيام على قلوب المسلمين، بل أستطيع أن أقول على جميع الكائنات الموجودة في الدنيا. يقول إمامنا الصادق عليه السلام لما مات رسول الله سمعوا حنينا لذلك الجذع الذي كان يخطب عليه. هذا كلام الإمام عليه السلام. وكانت العرب حينما تريد أن تمثل بيوم شديد عصيب يقولون كاليوم الذي مات فيه رسول الله. طبعا هذه الأحداث التي رافقت رحيل نبينا صلى الله عليه وآله ابتدت ليست من وليدة الساعة، ليس عند الاحتضار وليس بعد الوفاة، وإنما كانت قبل ذلك. وإلا لو لم يكن قبل هذا الأمر فما الداعي إلى نصب علي عليه السلام إماماً وخليفة؟ نعم فما الداعي؟ إذا قلنا التفتوا لهذا التساؤل جدا مهم. إذا كانت الأمة على وفاق وعلى ثقة وعلى تصديق لنبيها صلى الله عليه وآله فلماذا ينصب علي عليه السلام إماما وخليفة؟ هذا الناس في يوم الغدير هذا ما جل متأخر ترى. هذا الأمر لم يأتي إلا متأخرا، يعني هذا آخر محاولة وآخر عملية قام بها النبي صلى الله عليه وآله تنفيذية لبيعة علي كانت يوم الغدير. وإلا سبقت هذه الأمور أحداث كثيرة. يعني لاحظوا النبي صلى الله عليه وآله يقول الداخل علي من هذا الباب هو خليفتي ووصيتي قبل يوم الغدير. زين الذي يأكل من هذا الطعام هو خليفتي ووصيتي.
هذا كل الروايات تدل على ذلك. حينما صدح بالدعوة قال من يؤازرني على هذا الأمر؟ أنا أحتاج إلى مؤازرة، أحتاج إلى مساعدة في هذا الأمر. فما قام إلا علي عليه السلام فقال أنت خليفتي ووصيي وقاضي ديني. هذه كل أحداث سبقت يوما جديد. الغدير ما هو إلا تنفيذ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. يقول ابن عباس كنا نقرأها في علي بلغ، هكذا نزلت. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك في علي، وإلا تفعل فما بلغت. إذن هذه القضية رافقتها، يعني قضية النبي صلى الله عليه وسلم رافقتها أحداث متعددة. أضف إلى مسألة الانقلاب اللي حدث لتعنيه الآية أفإن مات أو قتل انقلبتم. هذا متى؟ هذا يوم أحد. هذا يوم أحد أشاعوا أن النبي قتل. قتل النبي صلى الله عليه وسلم. لما أشاعوا هذه القضية، طبعا ما أشاعوا المشركين، أشاعوا المسلمين القريبين من المدى اللي وياه في الغار، اللي 24 ساعة وياه، هم اللي أشاعوا هذه القضية. قالوا لقد قتل رسول الله. أمير المؤمنين يقول كنا إذا اشتد بنا الوطيس لذنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أشجع الناس أبيه وأمه. يقول لما أشاعوا هذه القضية ارتدت الناس. واحد قام يلائم غنائم، واحد كان منا، واحد يقول كذا، واحد يقول ليش قاشب بعد قتل رسول الله. خلاص يقول أحد الرواة فنظرت إلى امرأة وقد وضعت زوجها وأخيها وولدها على جمل مقتول وهي تقود الجمل وتقول أين محمد صلى الله عليه وسلم. قال لولها أنت مقتول زوجش وأخوش ولد، الآن تسألين عن محمد؟ محمد مات. قال والله، قالت والله لا يقر لي قرار حتى أنظر إلى وجه رسول الله. يقول الراوي فكانت تدافع الناس حتى وصلت الخيمة وإذا رسول الله صلى الله عليه وآله جالس. قالت الحمد لله الذي أراني وجهك يا رسول الله. مقتول زوجها ولدها وأخوها وهي تقول لا النبي نبي لا والرجال تعدوا أفإن مات أو احتمالات اثنين موجودين. نفترض أن رسول الله ما رايح يقتل، رايح ينقلبون انتون زين، ولو نفترض أنه مات هم بعد هذا الانقلاب متحقق. إذا مسألة الانقلاب متحققة. هذا اثنين ثلاثة. لاحظوا الادعاءات التي رافقت أيضا وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أول ادعاء ما ادعاه الخليفة الثاني قال أما المؤرخين كلهم ينقلون إلى القضية، طبعا هي مسألة مفصلية قضية النبي صلى الله عليه وسلم، مسألة عادية لا 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 نتصور هذه الأحداث اللي نسردها مسألة عادية بحاجة إلى تأمل. يقول لما خرج علي عليه السلام من الدار التي كان فيها رسول الله قال أيها الناس أعظم الله أجوركم فلقد مات نبيكم. يقول فضج الناس بالبكاء والنحيح كذا فلينا ديوان محمد. يقول فقام عمر بن الخطاب وأخذ العصا وأخذ يضرب الناس على رؤوسهم ويقول ما مات رسول الله وإنما غابك غيبة موسى. يعني غاب رايح يرجع. تدرون يعني شنو غاب غيبة موسى؟ يعني إيش يعني؟ يعني ماكو خليفة من بعد. إذا تقولون خليفة، هذا الخليفة بعد الموت، هذا ما مات رسول الله. ده واحد. الشيء الثاني إذا تقولون أن رسول الله ما مات، إحنا نقول ما مات معناته فاطمة لا تلف من رسول الله لأنه رجل ما مات. الأمر الثاني أنه الآن لازم نعين لنا حكومة تصريف أعمال على اصطلاح اليوم، حكومة مؤقتة لهذه القضية. ومن الخليفة؟ من يجتمعون في سقيفة بني سعد. يعني يقول الراوي فقام أبو بكر الصديق فقال على رسلك يا عمر لقد مات رسول الله. شفت أنا ميت.
قال لا ما يصير ما في صورة. قال أما قرأت قول الله عز وجل عندك من بيتوني؟ قل التفت إلي عمر قال هذه آية موجودة؟ قال لي هذه آية ما سمعت سمعتني الآن نزلت آية خبيثة عجيب غريب عجيب غريب يعني هذا هضم للقرآن ما لاحظ الأمر الرابع مسألة الاختلاق على النبي صلى الله عليه وسلم كانت من جملة السمات الموجودة لرافق وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أبو بكر الصديق طبعا لما قال في هذا المقام حينما قال إني سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث ذهبا ولا هذا الكلام قال الفاتح. طب إذا كان النبي ما يألف شيء هذا خلاف لظاهر القرآن يعني هذا بعد يكون الأول يكون أشد من الثاني يقول أنا ما سمعت الآية ولا شفت الشيء زين خلينا من هذا خلينا الجيل الأول إذا هو يقول إحنا معاشر الأنبياء إحنا عندنا قاعدة في قبول الحديث ما وافق كتاب الله أخذنا منه لما لم يوافق كتاب الله ضربنا به عرض الجدار قالت لي فاطمة أسمعت ذلك من أبي قالي الصحابة كل موجودين سمعتون قال ولا ما سمعت قالت لي كيف هذا يقول وورث سليمان داود قال لا هذا ورث العلم ما أدري يعني هو عقيل لو هو يعني على قولتهم ترى فقهي ملك يعني العلم يورثونه يشيلونه من قلب الميت هذا الحد افترض ان ابوي عالي وما تشيل قلب العلم اللي في قلبه حطه في قلبه حتى يصير توارث ما عاد وش علم هو علم يحتاج الى نقص قال احنا سمعنا من ابيك يقول هذا مثل من مات ولم من مات ولم كذا يكتب الوصيه مات ميته جاهليه من مات بلا وصيه مات ميتة جاهلا غريبا يعني تشوف التناقض في الأمور والله غريب البخاري ينقل هي الرواية من مات بلا وصية مات ميتة جاهلا ينقل هي البخاري ينقل بعد أربع خمس صفحات يقول وقد مات رسول الله ولم يوصي ما أدري أنتم شلون تعبرون عن موتة رسول الله يعني رسول الله مات ما وصى ما قدم وصيه ولا كذا يعني ما تعتبر رسول الله شنو تعبير ثاني هذا الكلام اليه منطوق يقولون اليه مفهوم شنو منطوقه شنو يعني رسول الله مات من الجاهليه هذا المعنى افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه لن يضر الله شيئا ارتد الناس بعد رسول الله إلا ثلاثة في الرواية الصحيحة وإلا أربعة في الرواية العامة كل الناس رجعوا الكهرباء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا هذا المعنى مصيبة أعظم في الواقع لما يرجعون الناس جهود بناها رسول الله صلى الله عليه وآله اللي تقول فاطمة عليه السلام كنتم تشربون الطرق وتقتاتون القلدة والورق أذلة خاسيين فأنقذكم الله بأبي محمد بعد اللتي والتي وبعدما بليا ببهم الرجال وذربان العرب ومردة أهل الكتاب فمحمد صلى الله عليه وآله من تعب هذه الدافي راحة ارتاح رسول الله ألم تكسر رباعيته بأبي أما ربط حجر المجاع على بطنه أما رمي بالحجارة حتى شخب دما من جسده كل هذا جرى للنبي صلى الله عليه وسلم ما أدري أم جازته لو لا جازته الأم لو لا الله يرحم الجشي رحمه الله الشيخ علي الجشي الشاعر العجيب الكبير يقول القوم ما اكتفوا ما كان عندهم حتى رحمة ينظرون إلى رسول الله هو مريض حتى يكفوا عن الأذية يقول أفتدي خير النبيين على سقمه ما بارح القوم أذاه ما أطاعوا أمره ما نفى
نفذوا جيشه ما أطاعوا أمره ما نفذوا جيشه ما قبلوا رأيا رعاه إذ رأى أن يكتب العهد الذي لولاه خط لما ظلوا وتاه بعد قال فأباه من أباه قائلا إنه يهجو فاختاره رسول الله في الدار مسجى بأبي وأمي ما أريد أطول عليه وإذا يسمع التكبير في المحراب قال من يكبر في المحراب قيل له فلان يا رسول الله قال احملوني الآن طلعوني إلى المسجد خرج يقول الراوي نظرنا لوجه رسول الله وقد اخضر بأبي وأمي من أثر السموم مسمو رسول الله يقول ابن عباس وكان يتكئ علي وعلى كتف علي يعني ما عنده قوة المرض أخذ ما أخذ من جسد النبي صلى الله عليه وآله عموما وصل النبي أراد يصعد على المنبر فما استطاع بأبي وأمي إلا أن جلس على أدنى مرقات من المنبر وهو يرتعد كالسعف في مهب الريح فقال أيها الناس من أمر فلان وفلان أن يصليان بالناس هذا بعد أنا موجود أنا ما أمر فلان ولا فلان ثم صلى بالناس رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال احملوني إلى داري حملوا النبي إلى داري انضجع على فراشه وإذا بالقوم فلان وفلان عند رأسه يخططون للمؤامرة الكبرى لمستقبل الأمة المشوم قال ألم آمركم أن تنفذوا جيش أسامة قالوا يا رسول الله نخاف أن يسألوا الركبان عنكم قل انتبه الحالة ثقيل واحد يقول ما أقدر أطلع من المدينة وأنت بهذه الحالة يا رسول الله كل كذب كل زور كل نفاق قال رسول الله اتوني بدوات وكتف لأكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا يقول الرجل فلما قام أحد الجالسين يريد أن ينفذ يقول أخذ الثاني أو الثاني بتلابيب الرجل قال إلى أين تذهب إلى أين ذهب قال له نفذ ما طلب النبي اسمحوا لي مؤمنين يا ابناء محمد يا ابناء رسول الله كلمة شوية ثقيلة على قلوبنا تجرح قلوبنا قال له اجلس إن رسول الله ليهجر يقول الراوي فأغمي على رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال أفاق بأبي وأمي وقال قوموا واخرجوا عني هنا المصيبة يا أخي لكن هنا أريد أن أخلو بأهل بيتي يعني ويا فاطمة والحسن والحسين تدري جنابك البنت إذا أبوها ثقل بالمرض ما يخلونها تجي وأيبت هذه أيبت مو فاطمة فاطمة هذه الوحيدة يقول أمير المؤمنين فلما خرج القوم قال رسول الله يا علي اندهلي حبيبتي فاطمة خلي قلبك شوية ها وياي إجا علي فتح الباب وإذا فاطمة جالسة على عتبة الباب معصبة الراس وهي تنادي وكربان كربك يا رسول الله ومحمدا وضيعتا بعدك يا رسول الله التفت إليها علي قال فاطمة رسول الله يدعوك إليه رفعت رأسها الزهرة وصاحت طابت علة النبي صار صح جيدة يا علي فخنقته العبر بأبي وأمي ولم يجبه ما يقدر يقول لها أبو اشتر الحالة الثقيلة يا فاطمة قامت فاطمة دخلت على النبي وإذا النبي مسجى صاحت وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثم لليتامى عصمة للأرامل قال بني لا تقولي هذا قول عمك أبي طالب ولكن قولي وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم هنا صرخت فاطمة ونبياه وأحمداه ومحمدا
الكلام إلى صاحب البحار رحمه الله، يقول لما دخلت فاطمة جلست عند رأس النبي صلى الله عليه وآله، وعلي جالس إلى جنب رأس النبي في صدر علي، وهو يمسح على كبده، ورسول الله في حالة يرثى لها. ثم قالت يا فاطمة، ثم أسرها النبي فاستبشرت فاطمة، ثم أسرها ثانية فبكت بأبي وأمي. سئلت عن ذلك قالت بشرني أنني أول أهل بيته لحوقا به، وأما الثانية بكيت لأن نعى نفسه إليه. لكن ما أدري يا رسول الله شلون توصل إليك الأمان الوديعة، شلون ملطومة مضروبة مسقط جنينها بأبي وأمي. التفتت يا رسول الله، أخذ يوصي بفاطمة عليا عليه السلام. ثم دنا رسول الله من علي، قال يا أبا الحسين ترى تغصب الخلافة من بعدي، ترى أنت المظلوم الأول بعدي يا أبا الحسين، تصبر لولا. قال يا أبا الحسين يحاط على دارك بالجزل والنار، تصبر يا علي. قال بلى يا رسول الله. قال يا أبا الحسن تقاد كما يقاد البعير، بلا عمامة يذهبون بك إلى القوم. قال أصبر يا رسول الله. قال يا علي تحصر زوجتك بين الحائط والباب، يكسرون ضلوعها يا علي، تصبر لولا. يقول الراوي فنكز راسه علي ونادى أصبر. شيعة موالين، الباب مفتوح لما دخلت الزهرة، فدخل من بعدها الحسن والحسين فتساقطا على صدر رسول الله. قال رسول الله ما يقوى، رسول الله ما عنده قوة بعد يحمل الحسن والحسين. فأخذ يمر بيده على رأسيهما وجعلا يبكيان ورسول الله يبكي. قال يا جامير المؤمنين، أراد أن يرفع الحسن والحسين. قال يا علي دعهما على صدري، أتزوج منهما ويتزوجان مني. هذه آخر لحظات جنابك. هنا الكلام أيضا للمجلس رحمه الله، يقول فوقفت فاطمة لما نظرت إلى رسول الله وهو يمسح بيده على رأس الحسن والحسين. قالت يا رسول الله رح يصيرون يتامى الحسن والحسين؟ بلى يا فاطمة. قالت عندي سؤال واحد يا رسول الله واعذرني، ما هو يا فاطمة؟ قالت أنا حبلى، الجنين الذي في بطني من الذي يسمي؟ من الذي يحمله على صدري؟ اللي اصطفاك الله بالأملاك. صليت اقرأ وياي شوية، هذا النبي وهذه زهرة. ها اللي اصطفاك الله بالأملاك. صليت الكل من أولاد باسم يا ياب سمى، واحد جعلت اسم الحسن والثاني حسين، وحمل الذي ببطني دجلي يا ضي العين. قالها الذي صيب يا زهرة ما دريتين، يجري علي أمر يفتح شاش تفتيك. اقرأ وياي شوية. ها قالها يا زهرة وارتفع من منحيبة، هالولد يا زهرة على تجري مصيبة، من قبل ميحانة طرحين غصيبة، ومن عصرة بالباب يا زهرة يخرمة. نادى أبو إبراهيم دمع العين سجاب، هالولد يا زهرة طرحين على يجري علي يا رسول الله.
بلا يا فار. قالت لعجل فارس بدر حنين وين ابا الحسن والحسين وين عني اسمع واذا لبينا عليك شوية تأمل فيها. نادت يا ابويا والوصي خواض الأهوال في وين عني يا من يوقع بهالحال قال هالوصي بد عيني مقيود بحبال مكشاف راسه وبالغصب يطلع من البيت فاطمة علي بالحنوط الذي جاء به جبرائيل. أعوذ بالله من عين لا تدمع عليكم يا آل محمد. رسول الله المفقود يا أخي ترها. قال يا فاطمة علي بالحنوط. فجاءت بالحنوط خلي قلبك وياي ها هيخدم وياكم. يقول فقال أخذ النبي شيء من الحنوط. قال يا أبا الحسن هذا الحنوط لي. حنك لي بعد غسلي يا أبا الحسن. والزهرة قاعدة وتباوع إلى النبي وإلى علي وعيونها تجريها دموع بأبي وأمي. ثم أخذ شيء من الحنوط قال بني فاطمة هذا الحنوط لك يا بني أنت أول أهل بيتي لحوقا بي. ثم قش وخل بالك رايح أوصل المصيبة. قال يا أبا محمد الحسن ويا علي هذا الحنوط لك يا أبا الحسن وهذا الحنوط لأبي محمد. ثم أخمي على رسول الله. بعد واحد ما عطوا حنوط وسيدة أريد أسمعها منك وحسين. وقف الحسين عند رأس النبي أباق رسول الله. قال يا رسول الله أنت عندك أنا يا رسول الله أنا مام العزيز يا رسول الله لماذا يا ولدي. قال أين حنوطي. قال لحنوطك من تراب كربلاء يوم تبقى على واجة الثرى مقطوع الرز شيع موالين لنا واحد على الباب يتخفى بكلامه. يا الله وصلنا إلى مصرع النبي ها. فرائس فاطمة فخرت إلى الأرض. قالت من أنت وما تريد وعد قلبي. قال أريد الدخول على رسول الله. قلت له إن رسول الله مشغول بنفسه ما يتحمل رسول الله الدخول والخروج من عنده. قال لا لا بد لي من الدخول. من أنت؟ قال أنا ملك الموت. الله أكبر. أذنت له فدخل إنها دخل يستأذن واقف ملك الموت يستأذن من على باب بيت فاطمة مو
الله يلعن القوم الظالمين اللي ظلموا فاطمة. فدخل ملك الموت سلم على النبي قال يا محمد أنت مخير بين البقاء أو الرحيل. فقال انتظر حتى يأتيني أخي جبرائيل. فصعد ملك الموت إلى الهواء فالتقى مع جبرائيل شيعا موالين. وإذا بجبرائيل ينادي يا ملك الموت أقبضت روح محمد المصطفى؟ قال لا يا جبرائيل هو في انتظارك. قال ألم علمت أن الجنان تزينت والسماوات فتحت أبوابها لروح محمد؟ أريد منكم مسامحة سامحوني شوية. ها أنتم إذا وقع أبو فاضل ما توقفون؟ إذا وقع الحسين ما توقف؟ هذا رسول الله. فاطمة بأبي وأمي واقفة عند راسي. فنزل ملك الموت معه جبريل وهو يقول وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال امضي يا ملك الموت. ونزل ملك الموت فبينما علي هكذا وإذا النبي يقول ثقل علي وخفف على أسألك الدعاء. أين والدي؟ قال لها يغسل النبي على المغتسل. صبا
صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا ليالي قومك قومك يا أبويا ما رعوني قومك يا أبويا ما رعوني الخلاف أنا ضيعوني والله البصيات يا أبويا يضربوني اللهم أعدنا على هذه الأيام سالمين غانمين لا فاقدين ولا مفقودين احفظ جماعتي الحاضرين فردا فردا في أهليهم ومن يلوذ بهم إلى أموات المؤسسين وأموات الحاضرين ومن مات على الإيمان للجميع نهدي الفاتحة مع الصلوات.